احمد مجدي، خليني ابدا بس الاول بشكل عام، ايه رايك في اداء المنتخبات في المونديال حتى الان بعيدا عن الثمانيه الكبار؟ بقى انا بتكلم على الفتره اللي فاتت. يعني النسخة من على الصعيد الفني يا كابتن نسخة قوية جدا. المستويات كانت المستويات كانت متقاربة لدرجة كبيرة، حتى الفوارق اللي حتى بين التمانية وبقية المنتخبات ما كانتش كبيرة غير في بعض المباريات، مثلا زي صحيح، اسبانيا وكوستاريكا، زي ماتش البرتغال وسويسرا، ايا كانت ملابساته اللي كان بيتكلم عنها انجلترا وايران. انجلترا وايران على سبيل المثال. ولكن فيما بعد ذلك حتى المنتخبات اللي تعرضت لهزائم ثقيله، المنتخبات دي اتعرفت بعدين تحسم مصائر مجموعتها. زي كوستاريكا كان عندها امل في جون واحد لحد ما تتاهل، تونس كان عندها امل في جون واحد من ماتش الدنمارك لحد ما تتاهل، ايران كان عندها امل، كان الفرصه في رجليها لحد ماتش امريكا الاخير. صحيح، كل دي كانت فرص. اوروجواي كمان، الاوروجواي كمان اللي كانت بدايتها سيئه جدا في اول ماتشين، كانت الفرصه بايديها، لو جابت جون واحد في ماتش غانا كمان كانت هتتاهل. فحتى الفرق اللي ما مرتش ببطوله كويسه كانت في اوقات قادره ان هي تتاهل على حساب منتخبات كبيره جدا وصلت لدور ال 16 ودور الثمانيه. طيب.